كل سنة وكل أم مصرية بألف خير يا رب. النهاردة مش بس النهاردة، النهاردة وكل يوم في حياتنا هو عيدك. خلونا نستكمل احتفال واحتفاء بالأمهات المصريات العظيمات، وخاصة أمهات الشهداء اللي ضحوا بأغلى حاجة في حياتهم علشان بلدنا تعيش. مش بس كده، لكن تربية الأم لابنها منذ الصغر وزرع الانتماء وحب الوطن وإعداده ليكون شهيد في أعلى مكانة ومنزلة. بنستقبل على التليفون مدام عفاف يوسف، والدة الشهيد رائد الشرطة محمد أنور. أهلا بيك مدام عفاف، وكل سنة وحضرتك بألف خير يا رب. أهلا وسهلا، وكل سنة وانتم طيبين والبرنامج الجميل بتاعكم ده بخير، وانتم بخير يا حبايبي. شرف لينا وجودك معانا النهارده، وحقيقي فخورين بحضرتك وبكل ام يعني اكيد ادت مهمتها على اكمل وجه. وعايزين يعني نعرف برضو، واحنا مش عايزين يعني مش عايزه نبقى بنقلب عليكي المواجع، ولكن احنا بنحتفل بيكي وكلنا ولادك ونبقى فخورين بده. كلمينا عن اخر عيد ام حضرتيه مع ابنك الشهيد الرائد محمد انور. آخر عيد أم هو كان سنة استشهاده في 2016، ومحمد ده الله يرحمه كان ابني الوحيد على 3 بنات، وفي 2012 هو اللي طلب نقله لشمال سينا في عز الإرهاب، ما توغل هناك في شمال سينا. انت حضرتك كنت عارفة انه اتنقل شمال سينا ولا زي كل؟ لا، في الواقع ما قاليش، هو عمل طلب النقل للوزارة من غير ما يقولي. طب وعرفتي قبلها ولا بعدها؟ لا، بعد ما توافق على النقل لقيته بيقولي يا أمي أنا مسافر شمال سينا. ما قالكيش إيه السبب اللي خلاه يطلب نقله؟ فطبعا بقلب الأم أنا برضو قلت له ما لقيتش غير شمال سينا، وفي الظروف دي يا محمد. قال لي سينا محتاجانا يا ماما، ولو انا ما روحتش وده ما راحش امال ايه يعني؟ تشعري بايه يا مدام عفاف لما بتشوفي انك ربيتي راجل بهذه الشجاعه وبهذا الاقدام وبهذه البساله، ما عندوش اي مانع ان هو يضحي بروحه عشان خاطر بلده؟ والله ببقى فخوره بيه، وعلى فكره مش ولاد الشهداء بس، على فكرة مصر فيها شباب واعي وشباب حلو وعارف قيمة بلده. يعني أي شاب تربى على أرض الوطن دي هيبقى عارف قيمة البلد. بس لما يكون عنده يعني، واحنا كلنا طبعا كل الامهات عندنا زي حضرتك بالتاكيد ام مثاليه، تكون ربته التربيه الصح علشان يطلع راجل، علشان يشيل المسؤوليه، وعشان يحب بلده ويبقى عنده الحب والانتماء. الحمد لله، الحمد لله. وان كنت انا بعتقد او دي الحقيقه، كل ام مثاليه بالنسبه لاولادها. طبعا طبعا طبعا. طب كلمينا عن الصور اللي احنا بنعرضها دي يا مدام عفاف، يعني وفي احتفال وفي تورته، هل ده كان عيد الام ولا كان عيد ميلادك؟ لا، ده كان عيد ميلادي. ده كان عيد ميلاد. جاب لك ايه بقى في عيد ميلادك وفي عيد الام اخر في 2016؟ ياما جاب لي حاجات كتير، وجاب لي اغلى هديه واثمن هديه وهديه هفضل للممات افتخر بيها، انه منحني لقب ام شهيد. خلاص مفيش بعد الهديه دي هديه تاني. اكيد. يعني هو ختم حياته بالهديه دي. ربنا يرحمه ويرحم كل شهدائنا يا رب، وينصر ريسنا وجيشنا وشرطتنا اللهم امين يا رب. ونفضل شعب واعي وعارف مصلحتنا فين، والحمد لله مصر ماشيه في طريق، يعني بسم الله ما شاء الله، احنا اذهلنا العالم كله بصبرنا وصمودنا ووقفنا جنب ريسنا وشرطتنا، بفضل ربنا اولا واخيرا. أكيد ده بفضل ربنا، وبفضل طبعا القيادة السياسية، وبفضل بقى الشهداء اللي زي ابن حضرتك. كل سنة وحضرتك طيبة، وحضرتك وكل طيبة عيد أم، وأنت فوق راسنا بالتأكيد. شكرا. وأنت طيبة. شكرا. وأنت طيبة. شكرا لوجود حضرتك. كل سنة وأنتم طيبين. حضرتك بألف خير يا رب. شكرا.